فلاش سبورت. أجمل تحية والمواعيد الرياضية قبل الحديث على منتخب كرة القدم. البارح الحدث كان في كرة اليد، قرعة بطولة العالم بين 14 جانفي 2 فيفري 2025. البطولة اللي باش تقام بين ثلاثة بلدان، كرواتيا الدنمارك والنرويج. المنتخب الوطني التونسي البارح تعرف على منافسيه ضمن الدور الأول. منتخبنا يجي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب الدنمارك، المنتخب الإيطالي والمنتخب الجزائري. قرعة تعتبر في المتناول باعتبار التصنيف تاع المنتخب الوطني التونسي. نعود نذكر بمنافسينا دنمارك إيطاليا الجزائر. بقية المجموعات: في المجموعة الأولى ألمانيا التشيك بولونيا سويسرا، في المجموعة الثالثة المنتخب الفرنسي النمسا قطر الكويت، في المجموعة الرابعة المنتخب المجري هولندا مقدونيا الشمالية وغينيا، المجموعة الخامسة النرويج البرتغال البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، المجموعة السادسة السويد إسبانيا اليابان والشيلي، المجموعة السابعة سلوفينيا أيسلندا كوبا والكافير، وفي المجموعة الثامنة المنتخب المصري كرواتيا الأرجنتين ومنتخب البحرين. من كرة اليد إلى كرة القدم، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثالثة تصفيات مونديال 2026، وأيضا استعدادا لملاقاة ناميبيا ضمن الجولة الرابعة. الناخب الوطني منتصر روحيشي البارح أعلن قائمة اللاعبين المدعوين للاستحقاق هذايا. قائمة اللاعبين البداية بحراسة المرمى: أيمن دحمان، البشير بن سعيد، أمان الله مميش لأول مرة مع المنتخب الوطني التونسي منتخب الأكابر. في الدفاع: يان فاليري، حمزة المثلوثي، منتصر الطالبي، على إغرام، ديلان برون، ياسين مرياح، مرتضى بن ونيس، أسامة الحدادي وعلي العبدي. في وسط الميدان والهجوم: رياس السخيري، عيسى العيدوني، نادر الغندري، محمد علي بن رمضان، معتز الزدام، حمزة رفيعة، محمد الحاج محمود، عودة غيلان الشعلالي، الياس سعد، سيف الدين الجزيري، الياس العاشوري، سيف الطيف، وجد الساحلي لأول مرة مع المنتخب الأول المنتخب الوطني التونسي، لاعب البطولة الصربية، اللاعب السابق للنادي الإفريقي، وأيضا اللاعب الشاب راقي العويني. برنامج تحضيرات المنتخب الوطني التونسي: غدوة حصة تدريبية أولى في الشادي الزويتن 6 متاع العشية. حصة باش تكون مفتوحة في أول ربع ساعة لأخذ الحوارات مع اللاعبين والإطار الفني. السبت 1 جوان 6 متاع العشية حصة تدريبية مغلقة في فرع رادس، لحد 2 جوان 10 متاع الصباح حصة تدريبية ثالثة في فرع رادس. نهار الاثنين 3 جوان 6 متاع العشية حصة تدريبية أيضا المنتخب الوطني التونسي. الثلاثاء 4 جوان موعد مع الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني التونسي منتصر لوحيسي 6:30 متاع العشية للحديث على مواجهة غينيا الاستوائية. نذكركم الموعد: مباراة تونس غينيا الاستوائية نهار الأربعاء 5 جوان 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي برادس. بعد المباراة نهار الخميس 6 جوان السفر على متن طائرة خاصة إلى جوهانسبورغ إلى جنوب أفريقيا لملاقاة منتخب ناميبيا يوم 9 جوان القادم. من الحديث على المنتخب الوطني التونسي إلى قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. بعد اجتماع البارح مكتب الرابطة قرر معاقبة النجم الرياضي الساحلي زوز مباريات دون حضور جمهور وخاتية 7500 دينار، نفس العقوبة لفريق مستقبل المرسى، أيضا معاقبة مدافع مستقبل المرسى ويسام بوسنينة 3 مباريات وخاتية مالية 10,000 دينار بسبب قيامه بحركة غير أخلاقية تجاه جمهور الفريق المنافس، معاقبة فريق اتحاد بن قردان قوافل قفصة ب 500 دينار خاطئة بسبب إقصاء ملتقطة الكرة في كل فريق. بالنسبة لأندية الرابطة الثانية الملعب الجابسي، معاقبة الفريق بزوز زوز مباريات دون حضور جمهور وخاطئة 5,000 دينار، عقوبات مالية لفرق القلعة
الرياضية مرجان طبرقة وفريق أولمبيك مدنين معاقبة مدرب شبيبة القروان لحبيب رمضان بزوز مبارياته خاطية ب 1500 دينار. مكتب الرابطة نذكر قرر رفض الاعتراض المقدم من طرف فريق مستقبل الرجيش ضد الترجي الجرجيسي خلال المباراة اللي جمعت زوز فرق اعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان انتصار الترجي الجرجيسي على مستقبل الرجيش 3 أهداف مقابل هدف. إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباراة الجولة الثالثة إياب بلاي أوف مباراة مؤجلة مباراة الاتحاد المنستيري النادي الرياضي الصفاقسي مباراة ملعب مصطفى بن جنات المنستير تتلعب نهار الجمعة 5:30 متاع العشية حكم رئيسي باش يكون سيف الدين الورتاني وحكم الفار جلال السحبانية. نذكر أن الموعد نهار لحد 2 جوان مع مباراة مؤجلة لحساب نفس الجولة النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي في انتظار تعيين طاقم تحكيم المباراة الحكم الرئيسي وأيضا حكم الفار. من مرحلة التتويج إلى مرحلة تفادي النزول نذكركم ببرنامج الجولة السادسة مرحلة البلاي أوت نهار السبت 1 جوان من 3:30 متاع العشية مستقبل المرسى يستضيف النادي البنزرتي. اتحاد تطاوين في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين يستضيف مستقبل سليمان وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف قواف القفصة ومباراة تتلعب نهار لحد 2 جوان من 3:30 في انتظار تحديد الملعب الأولمبي الباجي يستضيف الاتحاد الرياضي ببن قردان. إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية وتعيينات المباريات والحكام الجولة العاشرة إياب غدوة في المجموعة الأولى شبيبة العمران جندوبة الرياضية مباراة مهمة مباراة الصدارة مباراة يدير الحكم باديس بن صالح مستقبل وادي الليل النجم الرادسي حسن النايلي لإدارة المباراة سبورتينغ بن عروس نادي حمام لنف عبد الحميد بدر الدين حكم المباراة النادي القربي جمعية تريان حسام الظاهري لإدارة المباراة هلال مساكنة ملحم مسوسة مجدي بلاغة يدير المواجهة حسام الحاج علي يدير مباراة شبيبة القيروان والقلعة الرياضية نذكر فريق مرجان طبرقة معفى من خوض الجولة العاشرة. نهار السبت 1 جوان في المجموعة الثانية هلال الشابة مل الرقبة خليل طرابلسي حكم المباراة مكر المهدي مستقبل الرجيش مباراة يديرها الحكم محمد علي الترشي نسر جلمة الملعب الجيبسي الشادي الشرفي لإدارة المباراة مستقبل جيبس أولمبيك سيدي بوزيد عبد السلام ماني يدير المواجهة الفرجاني بن مناي يدير مباراة أمل الجربة محيط قرقنة الترجي الجرجيسي أولمبيك مدنين مباراة يديرها الحكم هيثم القصعي ونذكر سبورتينغ المكنين معفى من خوض الجولة العاشرة. نرجع لكرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد أكدت في بلاغ صادر البارح أن عملية بيع التذاكر الخاصة بنهائي الأكابر والكبريات نهائي كأس تونس عملية البيع تنطلق اليوم نص نهار بالنسبة للجمهور النادي الإفريقي في شبابيك البارك أ جمهور الترجي في شبابيك البارك ب وبالنسبة لجمهور نادي الرياضة النسائية بالمكنين يمكن اقتناء التذاكر من خلال الاتصال مباشرة بأعضاء الهيئة المديرة للفريق. نرجع للرياضات الفردية تحديدا التنس أونس جابر نذكر تأهلت إلى الدور الثالث دورة رولان غاروس الفرنسية بعد الانتصار زوز مجموعات مقابل مجموعة لكاميلا أوزوريو الكولومبية. أونس جابر تنتظر المتأهلة من الكندية ليلى فرنانديز والصينية وانغ ننتظر النتيجة النهائية بالنسبة للمواجهة هذه ومنافسة أونس جابر في الدور القادم. نكمل بنهائي دور المؤتمر الأوروبي البارح أولمبياكوس اليوناني فاز على فيورنتينا الإيطالي هدف دون مقابل هدف المغربي أيوب الكعبي لسجل 6 أهداف بين نصف نهائي ونهائي. هكا نكملوا أخبار الرياضة جمال تحية رفقي إلى اللقاء.